وصباح الرباح، صباح التيسير، العائلة كي دايرين؟ توحشكم اختي. قولي يا الهرابة، وي كي دايرين؟ اموركم، الاجواء عندكم؟ كاين شي شتا، كاين شي برد، كاين شي عجاج؟ المهم كلشي بخير. توحشكم الصراحة، والله لا توحشت نهضر معاكم. المهم مبروك عواشركم. انا قلت لكم مبروك عواشركم، دخل شعبان ما قلت لكم مبروك عواشركم، ودابا غيدخل رمضان ان شاء الله. يا ربي يدخل عليكم بالصحة، الرزق الوافير والراحة وكلشي اللي كتمنوا يا ربي ان شاء الله. حيت رمضان راه شوف غمض عينك ها هو دخل. المهم الحبايب، انا صباحه فايقه على الصباح، انا في دار اختي صباحه فايقه، مع ديك فقت مع ديك 7:30 كما كتشوفوا. كنوجدوا في الشنطه الوالدين، كنجيبوا لهم حويجاتهم، وهي كانت تقول لهم انت ضاحكه مول الفات تكوني مغوشه ملي تكوني تجمعي. راه ما غاديش للمغرب، ما غاديش للمغرب، الحمد لله ما غاديش للمغرب، غادي يمشيو ان شاء الله يديروا عمره. كما كتعرفوا كنا صيفطنا الوالده هذاك العام اللي فات، ولا ما عرفتش ما بقيتش عاقله، وقيله العام اللي فات، العام اللي فات كانت مشات بوحدها للعمره، ودابا جات الفرصه باش غتمشي الوالد والوالده. الحمد لله الحمد لله، عرفت واحد الاحساس، يا ربي يا ربي يرزقكم كاملا. انا كنعرف كاع الناس اللي تفرجوا فيا، المهم كما كانوا راه يتمناو هذاك المقام يوصلوا لي والديهم، وكاين اللي الله غالب، الله يرزقكم يا ربي. كم الوالدين حنا حتى الساعه باقي مقصرين معاهم، باقي مقصرين معاهم، مكرناش ما شنو نديروا ليهم. عرفتو خليت بنتي بدلت ليا، خليتها برا ملاقيه هي وبنت اختي، عرفتي الكومبا الكومبا كنسمع صوته من هنا. المهم ما عرفنا ما كرناش نديروا ليهم، ولكن كما كنقولوا الله غالب، اللي تقدر عليه بعدا كاين ديرو. المهم حدهم كما كنقولوا في الحياه، عرفتي فرحانه والله طايره بالفرحه حيت. المهم الحمد لله الحمد لله، الوالدين دابا راه برا، الوالد والوالده كيفطروا، صافي غير غيسالي الفطور، غنوض انا غنلوح عليا عبايتي وصافي باش غنهبطوا للمطار هنايا باش يمشيو. المهم قادين لهم كلشي، هانتو صباحه مفيقه حتى هي باش تمشي معانا. ضربوك؟ شكون ضربك؟ شكون؟ جوجو ضربتك؟ وعلاش ضربتي يا جوجو؟ هي قالت لك باش ضربي اختك. اي تجي يلا كي نجي نوصل للدار هنا عند اختي تبقى تعنق وتبوس فيا وتعانق وهذاك الشيء. واحد شويه ويبداو يضربوا على الالعاب. انت ديري السلام خوالاتي، دير بوسه، شحال هادي ما شافوك توحشو يا الله. المهم غنوض دابا باش صافي غنجهزوا راسنا باش نخرجوا ان شاء الله، نشدوا الطريق باش ما يتعطلوش. السلام عليكم وليداتي بنياتي، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. فرحانه اليوم؟ فرحانه بنتي بزاف، الله يحفظكم. ايوا يدرى فرحانه، الله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم، ودعي دعي دعي ليا مع العائله. الله يرضي عليكم، الله يسهل على المسلمين يا ربي يسهل عليهم. لا الوالده تتوصلي له العمره ودعي دعي مع العائله، قولي الله يسهل على كل شيء، واللي كتسنى جميع المسلمين غندعي معاهم، واللي كتسنى شي وليدات الله يعطيها، كتمنى شي وليدات الله يعطيها. المهم ما تنسيش لي العائله بالدعاء. ايه ان شاء الله الوالد غادي معاها ان شاء الله بنتي، ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، بخير. ايوا الوالد هو مكتب لي انه شوف راه سبحان الله كلشي بالمكاتب، راه ما خططنا لوالو، راه هو كانوا جايين هنايا عندنا زياره كيف ما العاده، ولكن راه مكتبه لهم انه يمشي يزور هذاك المقام. ايوا عمره مقبوله ان شاء الله، امين يا رب العالمين. ايوا ها انت راه لاصقه فيها، قالت لك غنمشي معاها، كانت حابه غدا العروبيه، قالت لك غنمشي مع ماما مالكه، مشي مع ماما مالكه وتخليني انا صافي، سمحتي ليا بالزربه ها؟ مسكينه عزيزه عليها، لاصقه فيها، عرفتي كتشوفهم كيبدلوك، وبدلت ليها وهي في الاول ما بغاتش تبدل ليا، حتى قلت لها عرفتي مع ماما مالكه، وهي تقول لي واي ياك. يلا سيدي غنضحكوا عليك في المطار، تنديك المطار ونرجعوك. لاصقه فيها. فمي ناري فمي كاع تقشر ليا، قال ليه كريم. المهم كنت نقول لكم والعائله ديالي هذا تلاقيت مع الوالد والوالده في تما في السعوديه، عارفه غيتلاقاو مع العائله ديالي، تهلاو ليا في الوالد والوالد لا تلاقيتو معاهم، غادي نبوحدهم انا ما نوصيكمش. جوج تخرجوا من الفندق شو المطار، المطار 5 الطياره، 5 تمشي الطياره، وكاين كلينكس عين داخل الوطن. نحيد منها الطيله. انا غلط، انت لازم يكون هذا يمين.
كما كيقول لك مكتوب الله يتصرف. دارت لهما كسيده مع واحد الطوموبيل قاسطه، دابا غنضطروا نشدوا طاكسي باش نكملوا المطار. فيها خير ان شاء الله، فيها خير. قلب العلم على الطاكسي حيت التوقيت باش ما يمشيش عليهم الطياره. الوالده حنا غنشوفوا الطاكسي، نزلوا الطاكسي. الوالده راه مصدومه، غادي نمشيو ناخذوا الطاكسي. فيها خير، فيها خير، فيها خير، هادشي اللي كتاب. المهم انا وقفت لهم طاكسي، لا ما نشوف الطاكسي. طلع دهب، طلع طلع لقدام الوالد، طلع بلاتي اجي طلع. الحمد لله وصلنا المطار، دابا نشوفوا الاجراءات اللي خاصنا نديرو. المهم بقينا معاهم حتى قدينا لهم كلشي المسائل، صيفطنا لهم الباجاج، صافي وصلوا ديك البلاصه قلنا لا ممنوع نتوما تدخلوا. المهم تسالمنا معاهم، مشاو ذهب بغات تمشي مع المهمه ياك. اوكي يلا مره دابا ترجع، دابا ترجع للمهمه. المهم بقينا معاهم تركبناهم، احسن احسن دعيوه كتسمعوها مني سلمنا عليهم، سيروا الله يرضي عليكم. راكم كتعرفوا رضيه الوالدين واخا كتكون مغمى عليك ما عارف شنو، راه كتفاجئ عليك، كتكون جايين راجعين والله الا ناشطين مرتاحين، نقولوا بحال شي حاجه شي واجب اديناه ورجعنا. المهم انا رجعت بالزربه طيبت لهم المرقه، ما صورتش معاكم لكن طيبت الزربه عليها. المهم ما كتبش لا هما تمشي معنا، وقع هذاك المشكل مسكينه، لا هما كانت باغا تمشي معاهم حتى للمطار وتسلم عليهم كتعرفوا، وبغينا نمشيو معاهم كاملين، ولكن ما كتبش بقات واقفه مع الطوموبيل كتسنى تقيد المخالفه والكوسطه راه كتعرفوا، حنا اللي اضطرينا مشينا معاهم. المهم كما كتشوفوا فيا كنحط المريقه، المريقه خلطت البطاطا اللي كانت عند الخضره اختي اللي لقيناها في الثلاجه درناها، كانوا شويه قالوا لي ديري الدجاج والبطاطا والزيتون، قلنا راه نديرو الجلبان والخيزو والبطاطا مع اللحمات كيجيو زوين. المهم زربت عليها بالزربه كلشي لحتو في الكوغوط وحنا كنحط. المهم كما كتشوفوا يلا كملنا الغداء، الحمد لله الحمد لله. جيت هنايا البيت فين كاين الوالد والوالده فين جالسين، قلت غنتكى واحد شويه، كنت باغا نبدل بنتي نعومها، قلت صافي ما قداش نعومها دابا حتى الليل. لا عومك لا تعوميني، بالليل غتعومي صافي بالليل. نيت لا بالليل غتعومي بز منك، ما كتبغيش تعومي بز بالليل باش ارتاحي، نعومها بالليل وننعسها باش نيت حتى وليدات اختي حتى هي كتعومهم بالليل باش كينعسوا باش يهنيونا نيت بالمشاكل. دابا راه سد عليها هنايا جايبها عندي ودورت السيروت، ها السيروت مدوره والاخرين اللي حيت كانوا كيضاربوا، سمعوا كانوا كيضاربوا ما بغاوش يزقاو لينا. اختي مريم مسكينه هي راه عيانه، هي مشات معنا داكشي بغات كتنعس والو ما خلاوهاش. المهم على اي اش كنت نقول لكم، المهم ديناهم الحمد لله الحمد لله، تيسرت الامور واخا درنا ديك السيده الصباح داكشي تيسرت الامور، قدينا لهم كلشي تما الوريقات مع كتبنا حتى ورقه. المهم الحمد لله الوالد يلاه كيدار معنا، قلنا حنا باقي انتظار كنتسناو في الطياره. المهم كما كتعرفوا في المطار كاين كاين الويفي وداكشي كيدار معنا الحمد لله الحمد لله. اش نقول لكم، ملي تبغيو تمشيو تكون عندكم شي سفر مثلا غادي نشي بلاصه ولا والديكم ولا داكشي ولا اي واحد مسافر، دائما خليو ديروا بحساب الطريق، ما تعرفوش يوقع لكم في الطريق. شوف كنا غادي حنا ما ضننش غادي في امان الله حتى وقع هذاك المشكل، ديما ديروا بحساب الطريق وديروا بحساب الوثائق. الا مشيتوا تما عندهم قال لكم خاصكم هذه الورقه ولا هذه الورقه وهذه ولا صيفطوا لي شي حاجه كتسناو، ولا المهم اي اجراء غتسناو الوقت، ولا مشات عليكم الطياره ما يعاودوش يخلصوا عليكم ما يعقلوش عليكم. انا شحال مره ماشي علينا الطياره كنعاودو نخلصوها بفلوسنا، ما كيعقلوش عليكم تما في الطيران. المهم واحد يدير ربعه السوايع قدام، ربعه السوايع باش يمشي في الطريق بشويه عليه، ما يزرب لا كسيري لا والو، قلنا ناري ناري وقع ما وقع تم غادي بشويه عليه. المهم الحبايب والله ما كرهنا نمشيو معاهم، ولكن صيفطنا هما الاولين، هما اختي الوالدين هما الاولين، انا ما كرهتش انا نمشي انا ما كرهناش نمشيو انا وخواتاتي، قالت لنا صافي تيجيو الوالدين ان شاء الله ونشوفوا امتى يكتب لنا حنا باش نمشيو للعمره. مشي انا وخواتاتي خاصنا ضروري يكون معنا راجل، ما عرفتش قال لك خاص ضروري يكون معاك محرم. المهم ان شاء الله من تما من تما يحل الله كما كيقولوا، من تما من تما لتما كيقولوا الحمد لله.
المهم اول حاجه هما الوالدين صيفطناهم ان شاء الله يرجعوا سالمين غانمين. المهم الحبايب كما قلت لكم صافي هادشي اللي غندير انا تكذب النعس. شاركت معكم الفيديو ديال اليوم، المهم نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسناونا الفيديو القادم باذن الله، ومع السلامه الحبايب.